ديال العمل ديالنا كدرجيه بمدينه اكادير كيختلفش عن باقي الايام. احنا مجندين فعلا لتطبيق القانون، كذلك مجندين للسهر على سلامه وصحه المواطنين، وكذلك محاربه جميع الشوائب ومحاربه كل ما يتعلق بمخالفات المرور. في اطار المراقبه اللي كنقوموا بها اليوميه ديال السيارات ولا سائقي السيارات، واش كيتوفروا على التراخيص مثلا على سبيل المثال، جينا لهذا الحي وكنقوموا بمراقبه ديال كما كتشوفوا ديال احد المركبات اللي غيدخلوا لهذا الحي، واش من ساكنه من قاطنه هذا الحي ام لا. حالات الا ما كانوا شارك كنردوهم، ما كنخليهم شيء. هذا الشيء كامل داخل في التدابير اللي كتاخذها المديريه العامه للامن الوطني من قاده الحال على مستوى مدينه اكادير. كنقوموا بهذه المراقبات في عدد ديال الاحياء، وكنشكلوا هذه السدود اللي كتشوفوا، هذا النموذج ديال هذه السدود على جميع الشوارع الكبيره ديال المدينه. توصية عامة لجميع السدود وجميع العناصر، الآن فاتت الساعة 17، جميع العناصر جميع النقط، أي ناقلة جاية في اتجاه ديالهم إخضاع للمراقبة، أي ناقلة سواء سيارة أو دراجة ثلاثية أو دراجة عادية، الإخضاع ديالهم للمراقبة والاستفسار عن التصاريح وسبب الخروج. جميع السدود وجميع النقط مراقبة دائما، العناصر التقيد بالضوابط المهنية والمذكرات المديرية والتعامل بلباقة مع المواطنين، دائما تطبيق القانون، تطبيق القانون ما يقتضي ذلك من احترام كرامة المواطنين واللباقة اللازمة. في إطار المراقبة ديال جميع النقاط اللي تم التوظيف ديالها في المدينة، كنعطيهم توجيهات عبر مكالمات راديوفونية فيما يخص السطور العامة للعمل، التوجيهات العامة. وكنكون الآن احنا اتجاه السد مدخل المدينة من جهه مدينه انسكار، هذا المدخل يعتبر كذلك اساسي وكيعرف واحد الضغط ديال المرور، وهي نقطه مهمه بالنسبه للتطبيق ديال الحجر الصحي. السد اداري في مجموعه من العناصر ديال المرور اللي كيعملوا على التثبت من صلاحيه الوثائق، والتثبت من التوفر على التراخيص، وكذلك التثبت من الهويات ديال اصحاب هذه التراخيص. معنا هذا التدخل اللي صادفنا امامنا منها كيتعلق الامر بحال الكسير الخسائر الماديه ما بين جوج سيارات، راه قمنا بازاله المعلمين وسط الطريق، تفحص الوثائق، الحفاظ على معالم الحادثه، والمعلمين ارشدناهم لمعاينه وديه لان الامر فقط حادثه بخسائر ماديه فقط، وعملنا على صريف السير لان الاغلبيه الان راه كينتهي هذاك الوقت ديال الساعة 17، الأغلبية كما لاحظتوا راه كلشي غادي اتجاه الإقامة ديالهم والمساكن ديالهم. تعرفوا بأن راه الدور ديال فرقة المرور هو أساسي في هذه العملية ديال تنزيل ديال قانون ديال الحظر الصحي. احنا قمنا بمجموعة من الإجراءات ديال السدود. سدود المداخل، أمننا أولا مداخل المدينة بالأساس، وكذلك مجموعة من الأحياء، مجموعة من المحاور الكبرى، باش دائما هذه الناقلات اللي كتحرك داخل المدينة تكون تحت المراقبة ديالنا، وكنعرفوا بأن راه هاد الناس اللي كيتحركوا راه كلهم عندهم تراخيص، يعني راه كاين مجموعة من السدود، وهاد السدود هادو وهاد الناقلات راه كيخضعوا للمراقبة بهاد السدود، وخا تكون المراقبة متكررة دائما بأي المحاور الكبرى مداخل المدينة، راه هذه الأمور هذه من أجل الحماية ديال المواطنين والسهر على السلامة ديالهم. دائما كنتابعوا أكثر مع إذا كان الوافدين
على 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 المدينه، على الناس اللي ما عندهمش التراخيص دائما كان الاخضاع ديالهم للمراقبه والتطبيق القانون. اللي ما عندوش الترخيص راه القانون تياخذ المجرى ديالو، تيتم التقديم ديالو، وراه كاينه مسطره في هذا الشان هذا كتخدا في الحق ديالو. الورقه واخا نزل عندي يا شيخ، نزل عندي الله يرضي عليك، وريني شنو كاين هنا. نزل عندي اجي حل لي هنا الله يرضي عليك، نزل حل لي هنا. الدور ديالنا كضابط شرطة قضائية ضبط مجموعة من المخالفين اللي ما كتوفروش على أوراق التنقل الاستثنائية. من طبيعة الحال كنقوموا بالتقديم ديالهم لأقرب دائرة باستشارة النيابة العامة. كتنقل كتمشي من تمانار حتى كنمشي للصحراء، نمشي لفم الحسن، نمشي لعسان، نمشي لقلميم، طنطان، نمشي لكزي. نعم اسمح لينا. ما كان اسمح لينا. العام اسيدي كانت داها السلعة للمواطنين كلها بلاصة. العملية العملية ديال أكادير عطاتنا الرخصة، كنمشي للصحراء، نمشي للحاحا، نمشي للشاضمات، كانت السلعة من المارشي ديال إنزكار. اسيدي دايرين الخدمة ديالهم، الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم. الله يجازيهم بخير. العمل ديالنا كيتم تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني، اللي وضعت واحد استراتيجية عامة من خلالها وفرت لنا مجموعة من الوسائل البشرية واللوجستيكية، وكذلك الآليات المتطورة من أجل تطبيق هذا الحجر الصحي والحفاظ على السلامة والصحة والسكينة ديال الساكنه ديال اكادير. والحمد لله كاين واحد استجابه ديال الساكنه لهذا الحجر الصحي، الحمد لله يعني كاين واحد استجابه كبيره وانضباط كبير ديال الساكنه، مشكورين على هاد المجهودات ديالهم من اجل الحد من انتشار الوباء. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.